السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الثاني الثانوي. إن شاء الله النهاردة هنكمل مراجعة تفاضل الجزء الثاني. هناخد في مراجعة النهاردة إزاي نحل النهاية باستخدام النظرية 4 قانون يعني، وإزاي يجيب نهاية ما لا نهاية. كان قانون النظرية بيقول إيه؟ كان بيقول نهاية سين تقترب من الألف، سين أس نون ناقص ألف أس نون على سين ناقص ألف، بس بشرط أن نون دي ما تكونش صفر، يعني نون تنتمي لحا فرق الصفر. قال في الحالة دي يبقى النتيجة الأس اللي فوق على اللي تحت نون في ألف أس نون ناقص واحد. وكان في نتيجتين اتنين على النظرية دي، أو النتيجة بتقول لو جالك أس فوق وأس تحت تتصرف إزاي؟ يعني كان معايا سين أس نون ناقص ألف أس نون على سين أس مين ناقص ألف أس مين. وطبعا يا شباب اللي حل نماذج شاف إن في محافظات كتيرة بتسأل في القانون ده. كنا بنقول إن هي نون على مين في ألف أس نون ناقص مين. كان في نتيجة كمان نهاية سين لما تقترب من الصفر، وكان معايا قوس سين ناقص ألف أس نون ناقص ألف أس نون على سين، يعني معامل سين اللي هنا زيه هنا. خلي بالك عشان هيبقى معانا مشاكل دلوقتي واحنا بنفتكر. في الحالة دي قال إن الناتج نون في ألف أس نون ناقص واحد. طيب دي كانت النظرية والنتائج بتاعتها. الأسئلة أهم أفكارها إيه؟ كان يا أستاذ السؤال ممكن يجيلي في جذر أو في مجهول، بس لحد دلوقتي أنا ما قلتش لو في عامل مشترك. هنتصرف في الأولى دي إزاي؟ إحنا هنحل نظرية عادي خالص، الطرف ده نظرية. كان قانون النظرية إيه؟ الأس اللي فوق على الأس اللي تحت في الأساس بنجيبه من هنا، أس الأس اللي فوق ناقص اللي تحت. عشان تستخدم النظرية لازم يكونوا حدين، اتأكد، بتساوي 80. هنقسم على 5، يبقى ألف أس 4 بتساوي 16. شيل أس 4 هات الجذر الرابع، يبقى النتيجة موجب أو سالب 2 عشان الأس زوجي. واللي كان عملها 16 4 أو 2 أس 4، الأس زي الأس، يبقى الأساس زي الأساس، ما ينساش يحط موجب أو سالب. المسألة الثانية، أنت عارف إن الجذر الرابع ده معناه إن أنا بقسم الأس 4؟ لو عارف المعلومة دي خلاص الموضوع انتهى. سين أس 7 4 ناقص 16 أس 7 4 على سين ناقص 16. جرب تحسب على الحاسبة كده 16 أس 7 4 هتديك 128. ليه؟ عشان الجذر الرابع لل 16 2، و 2 أس 7 128. خلاص كده بقت نظرية، اليمين زي بعضه سينات واليسار 16، الأسس اللي فوق زي بعضها والأسس اللي تحت زي بعضها. يبقى 7 4 في 16 أس 7 4 ناقص واحد اللي هو الأس اللي تحت اللي هو كام؟ 4 4. يبقى 7 4 في 16 أس 3 أرباع، يبقى 8 على 2، يبقى النتيجة 14. الأسئلة دي يا أستاذ هتصرف فيها إزاي؟ السؤال الأول، أنا معايا أكتر من سين في كل حد، هعمل إيه؟ ارفع دي من تحت لفوق، هتبقى نهاية سين تقترب من السالب واحد، سين أس 4 ناقص سين أس سالب 4 على سين أس 3 ناقص سين أس سالب 3. في هنا سين أس سالب 4 مشترك، هناخد يا أستاذ سين أس سالب 4. هنا بقى مشكلة، لما بناخد مشترك يا باشمهندسين احنا بنقسم عليه. يعني احنا خدنا سين أس كام؟ خدنا سين أس سالب 4،
يعني أنا قسمت على س أس سالب 4. في حالة القسمة بطرح الأسس، اتبقى لي من هنا س أس 8 ناقص 1. طب من تحت هناخد كام مشترك؟ هناخد يا أستاذ س أس سالب 3 أصغر حاجة. إيه اللي اتبقى؟ اتبقى س أس 6 ناقص 1. لو خدنا دول كده عوضنا فيهم تعويض مباشر، ادوني سالب 1، ودول الأس اللي فوق على اللي تحت بعد ما خليت دي 8 وخليت دي 6 مش هتفرق مع الواحد، في 1 أس 2 أو سالب 1 أس 2. المهم إن الناتج طلع سالب 4 على 3. السؤال اللي بعده ده، ده جاي يا أستاذ مسألة تحليل بس الأس بتاعها كبير. لا دي نظرية. إزاي ده دول 3 حدود؟ ما أنت هتحلل ده وتاخدهم في قوس لوحدهم. مش فاهم؟ اكتب المسألة دي، بتتحلل س ناقص 2 في س ناقص 1. خد س ناقص 1 في نهاية وصد دول يبقوا نظرية. نهاية س تقترب من الاتنين، س أس 10 ناقص 2 أس 10 على س ناقص 2 في نهاية س تقترب من 1 على س ناقص 1. طلع النواتج، 10 على 1 في 2 أس 9 في 1 على 1. كده أنا طلعت ناتج السؤال بكام. أفكار الأقواس مقسومة لفكرتين، وفي تطبيق عليهم تالت، ده بيكون صعب، بتلاقي قوس فوق وقوس تحت، هنشوفه دلوقتي. بس المهم ان فكرة القوس في اتنين منها، في لما تكون السين تقول رقم، وفي لما السين تكون بتقول للصفر. دول هيتحلوا ازاي؟ بكل بساطة يا استاذ، انا بقوم رايح على القوس الكبير واخده حطه تحت النهاية، وأقوم مخليه يقول لنفس رقمه بنفس الإشارة، زائد الستة زائد اللي موجود. أنا كده ما عملتش حاجة، تعد الخمسة بإشارة مخالفة هتقوم راحة مع الخمسة، هيبقى لك س تقترب من الستة. يبقى أنت عشان تخلي طرف اليمين هنا نفس اللي هنا، تقوم واخد القوس نفسه حطه ويقول لرقمه، وتشتغل اليمين اليسار، ما هو دي بقت 6 ناقص 5 1. الإشارة سالب، الأسس متساوية، النتيجة 7 على 1 في 1 أس 6 اللي هي 7. طيب المسألة الثانية دي هتتحل إزاي؟ لما تكون بتقترب من الصفر، لما تكون تقترب من الصفر، خد معاملات س هنا من غير ما تديها أس. يعني إيه؟ يعني افرض كان فينا 5، يبقى تاخد الخمسة من غير ما تديها أس 4. المهم إن هي هنا كده 1، هناخد 1 على 6 بره، ونقوم كاتبين القوس ده يقول لي رقم اللي هو 3 زائد اللي موجود، الموجود 0. يبقى الفرق ما بين دي ودي ان دي باخد معاملات س بره. ليه باخدها بره؟ عشان لو جيت تصفي السؤال ترجع زي ما كانت. يبقى 3 زائد س، وهنا 3 زائد س ناقص 3 ناقص 3، الاسس زي بعضها، هنا 4 هنا 4. حاول ترجع دي كده، 3 ناقص 3 هتروح، هات ال 6 هنا تاني قدام الس، رجعت الاصل. يبقى النتيجه السدس اللي انا خدته بره ما تنساهوش، والأس اللي فوق على اللي تحت، في الأساس أس الأس اللي فوق ناقص اللي تحت، 4 ناقص 1 لأن هنا الأس 1، إداني 3. صفي مسألتك وكده تكون خلصت. طب افرض يا أستاذ إن جاب لي قوسين مختلفين في مسألة واحدة، عايزين نحل المسألة دي يا أستاذ، هنحلها إزاي؟ كنا يا باشمهندسين بنيجي نشوف إيه هو العامل الصفري، يعني نعدي دي كده بإشارة مخالفة بقت س ناقص 2. نقوم كاتبين دي في نهاية، جذر التكعيب 2 س ناقص 3 ناقص 1 على س ناقص 2 في س ناقص 2 على
الجذر التكعيبي لتلاتة س ناقص خمسة ناقص واحد. كده أنا ما عملتش حاجة، بس قسمتها لمسألتين اتنين. وبعدين حل دي في النهاية لوحدها على أساس إن هي نظرية، وحل دي برضو في النهاية لوحدها، وكده يبقى الموضوع انتهى بالنسبة لك. ده يعتبر قوس أس تلت، ده يعتبر الجذر الخامس قوس أس خمس. كنا يا أستاذ بناخد القوس يقترب لرقمه زائد اللي موجود، اللي موجود أربعة. منين جت الأربعة يا أستاذ؟ أنا عايز أرجعها لأصلها. دي لو شلت التلاتة مع التلاتة بقت اتنين سين بأربعة، يعني السين الواحدة بكام؟ السين الواحدة باتنين. إنما لو كنا كتبنا هنا اتنين ما كانتش هتبقى مضبوطة. حل النظرية، دول بقوا واحد خلاص. يمين يمين يسار، الأسس زي بعضها، الإشارة سالب. ده بالنسبة للمسألة دي. طب بالنسبة للسؤال الثاني، هو كان برضو نهاية سين تقترب من الاتنين. هنا تلاتة سين ناقص خمسة، يبقى أقوم ضرب هنا في تلاتة، دي بقت ستة. أنقص خمسة من الطرفين، بقى تلاتة سين ناقص خمسة، تلاتة سين ناقص خمسة تقترب من سالب خمسة زائد الستة. هنا الدنيا واحد. هحل برضو نظرية عادي خالص. يمين يمين يسار يسار، الإشارة سالب، الأسس متساوية، هنا خمس هنا خمس زيه. يبقى النتيجة الاتنين اللي كانت بره، والتلت الاتنين اللي ضربت فيها هنا، والتلت اللي ضربت فيه هنا، في تلت في واحد على واحد على خمسة، تطلع النتيجة عشر على تسعة. آخر فكرة في الدرس ده يا أستاذ، المسألة دي أتصرف فيها إزاي؟ قلنا بسيطة، إحنا بنقسم الستة وتلاتين عليهم، بنقسم الستة وتلاتين على ده وده. اتنين أس خمسة باتنين وتلاتين، واتنين أس اتنين دي بأربعة. يبقى أنا هقسم السؤال سين أس خمسة ناقص اتنين وتلاتين زائد سين أس اتنين ناقص أربعة، وأقوم قاسم كل واحدة منهم على سين ناقص اتنين. بقت النتيجة إيه؟ نهاية سين تقترب من الاتنين، سين أس خمسة ناقص اتنين أس خمسة على سين ناقص اتنين زائد نهاية سين تقترب من الاتنين، سين أس اتنين ناقص اتنين أس اتنين على سين ناقص اتنين. خمسة على واحد في اتنين أس أربعة زائد اتنين على واحد في اتنين أس واحد، يبقى خمسة في ستاشر بتمانين، زائد أربعة يبقى النتيجة أربعة وتمانين. طب نهاية اللا نهاية، نهاية المالا نهاية دي سهلة، أفكارها بسيطة وهي حلها سهل. بنعرفها طبعا في الامتحان، بتكون نهاية س تقترب من المالا نهاية. بنقسم يا أستاذ على أكبر س في المقام، وكنا نقدر نطلع الناتج بمجرد ما نبص للسؤال. كان النتيجة أكبر س في المقام س أس 2 معاملها سالب 4، وهنا كان معامل 1، يبقى النتيجة سالب ربع. ناتج السؤال ده سالب ربع. كان لازم نخلي بالنا من حاجات، إن ما لا نهاية على ما لا نهاية كمية غير معينة، ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية كمية برضو غير معينة، واحد على ما لا نهاية دي بتساوي صفر. دول كانوا أهم حاجات في النهاية. نشوف كده احنا كنا بنحل النهاية دي ازاي. كان من ميزة ما لا نهاية ان ما كناش بنصفي سؤالها يا أستاذ. يعني ايه؟ يعني ما كانش لازم احسب الجذر ده شوفه بكام، ما كانش لازم. انا بحدد اكبر س من المقام اللي هي س أس 3، يبقى هنقوله بالاسم على س أس 3.
اللي لو دخلناها جوه الجذر التربيعي هتكون س أس 6. يعني وانت داخل جوه س أس 6 هتقسم على ايه؟ لو انت داخل على الجذر التربيعي هتقسم على س أس 6. ليه؟ عشان دي دخلت مرتين، 3 و3 6. يبقى انا هقوم ماسك السؤال يا استاذ، س أس 6 على س أس 6 ناقص 5 س على س أس 6 على س أس 3 ناقص 4 س أس 2 على س أس 3 ناقص 1 على س أس 3. اختصر بقت نهاية س تقترب من ما لا نهاية، جذر 1 ناقص 5 على ما لا نهاية، على 1 ناقص 4 على ما لا نهاية، ناقص 1 على ما لا نهاية. اختصرت، شلت السين حطيت قيمتها، ما تكتبش نهاية، تكتب بتساوي. يبقى النتيجة دي بصفر، يبقى جذر 1 ناقص 0 على 1 ناقص 0 ناقص 0 طلعت بتساوي 1. الدرس ده أفكاره فكرتين اتنين بس اللي هما قدامك على السبورة دول، لا إما تستخدم مرافق أو لو جالك مقياس في المسألة في مسائل نهاية اللانهاية دي تتصرف ازاي؟ بيقول ان في مسائل اللانهاية لو جالك مقياس كأنه مش موجود يبقى عند س تقترب من المالا نهاية مقياس 4 س تكعيب هو 64 س تكعيب، بتشيل المقياس كأنه مش موجود، هتقسم على س أس 3، 2 س أس 3 على س أس 3 ناقص 5 س على س أس 3 على المقياس ده بنشيله، يبقى 4 س أس 3 على س أس 3 زائد 15 س على س أس 3 ناقص 1 على س أس 3. نهاية س تقترب من ما لا نهاية 2 ناقص 5 على ما لا نهاية على 4 زائد 15 على ما لا نهاية ناقص 1 على ما لا نهاية. طبعا احنا بدلنا س وحطينا ما لا نهاية بنحط بتساوي. النتيجة طلعت كام؟ الأربعة دي كانت أس 3، يبقى 2 على 64 اللي هي 1 على 32. المسألة اللي جاية دي لو عوضنا مباشر بتبص تلاقي الناتج ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية كمية غير معينة. طب هنتصرف ازاي؟ كنا بنضرب في المرافق. ايه هو المرافق؟ ادي جذر س تربيع ناقص 5 س ناقص س في، يا استاذ احنا ضربنا في المرافق، تعال نصفي. ده فرق ما بين مربعين، بقى ايه؟ بقى س تربيع ناقص 5 س ناقص س تربيع على جذر س تربيع ناقص 5 س زائد س، اللي هو كأنه فرق ما بين مربعين، خدنا السالب ربعنا أطرافه يا باشمهندسين، دول كده راحوا. يبقى أنا هقسم على س، يبقى بالقسم على س اللي هي جوه الجذر التربيعي س أس 2. نهاية س تقترب من ما لا نهاية سالب 5 س على س على جذر س تربيع على س تربيع ناقص 5 س على س تربيع زائد س على س، لأن دي بره الجذر. يبقى النتيجة طلعت سالب 5 فوق ومن جوه الجذر طلع 1 زائد 1، يبقى بسالب 5 على 2. نتمنى ان نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.